اسمع من محمد مسعود طبعا بطل الجمهوريه مركز تاني، وببارك لك على البطوله. عشان تبقى لاعب دارتس كويس وتاخد بطولات زي كده، بتتدرب ازاي؟ ايه المطلوب منك؟ تركيز بقى ولا ايه بالظبط؟ هو الموضوع التركيز بيفرق كتير. ان الواحد بيتدرب على وقفته، على رميته كل شويه يعني هي مفيش ماسكه معينه، مفيش ستاندر معين، ولا في ماسكه ولا في وقفه ولا في اي حاجه. كل واحد على حسب الستايل بتاعه او اللي هو بيرتاح فيه. فهو بيبتدي ان هو بيلعب على نفسه، ان هو بيقدر ان هو مثلا بيلعب على التريبل علشان عايز التريبل، ان هو بيلعب عليها علشان عايز يقلل السكور اسرع ويكسب بسرعه. بيلعب، بيبتدي ان هو بيظبط ايده، ان هو بيلعب على الدبل علشان هو عايز يكسب، يعني عايز يكسب الجيم بسرعه، او اللي هو يخلص الجيم لما يجي في الفينش خالص. الجيم مثلا زي ما الدكتور قال، اللي هي 5 اون اللعبه، الجيم ده بالذات انا ما بكسبش ان انا بجيب الزيرو سكور عادي، يعني انا مش فاضلي مثلا 40 فانا بجيب 22 فكسبت. ايوه لا، انا لازم بلعب على دبل السكور علشان اكسب. ايوه فهو فيعني لازم. فده بياخد منك تدريبات قد ايه بقى؟ وبتلعب بقالك كام سنه علشان تبقى بطل وتاخد المركز الثاني؟ هو انا بلعب بقالي 3 سنين بس، هو الموضوع يعني والله ملوش علاقه. يعني هو الموضوع ان الواحد لازم يعني بيعلم نفسه، ان هو مثلا انا بلعب لعبت مع ناس قديمه، ناس اجمد مني، فانا ببتدي ان انا بعلى بمستواي معاهم. يعني انا لما بلعب مع ناس حتى كسبت خسرت، بس هو في الموضوع برضو في تالنت. ان انا بالظبط تالنت طبعا اكيد، الموضوع مع ناس فيه محترفه غير لما تلعب بشكل هوايه يعني. الموضوع لما كل فتره بيزيد مع الواحد، ان الواحد بيبتدي كمان ايده تظبط اكتر. الحاجه الثانيه ان هو اصلا الموضوع برضو فيه يعني في موضوع نفسي، في جيم نفسي. موضوع نفسي، ايه اللي بقى بيفيدك في الموضوع النفسي في لعبه الدارت؟ نفسي في حاجتين، نفسي كشخص يعني كالواحد لشخصيا. هو الحلو في الموضوع ان هو زي لو الواحد حط اي تارجت في حياته، فلما بيعمله بيحس يعني براحه. بالظبط، فهو بالظبط انا بفضل ان انا عامل تارجت مثلا، ان انا عايز اعمل اجيب رقم معين او اجيب سكور معين، او عايز اقفل مثلا بعدد اقل حاجه. فلما الواحد بيجيبه او مثلا عمل تارجت على الرقم وجابه، فبيبقى فيها احساس داخلي حلو. ده شق جميل. الشق الثاني في الجيم ذات نفسه، انا ممكن اللي انا بلعب معاه اعمل حاجه غير متوقعه. يعني مثلا يلاقيني فتفاجئه. بالظبط. يعني مثلا بنلعب مثلا، فلاقيني مثلا ان انا لا مش لازم، اغلب الناس بتلعب، اغلبها بتقعد تلعب على 20 لان هو بيجيب اعلى سكور. كل الناس فاكره ان هو اللي هي الدايره الحمراء دي هو دي، يعني هو كده هو كسب. ايوه لا، هو اعلى سكور اصلا ممكن يجي في اللعبه دي خالص هو 180، وده هو عنصر المفاجاه، وده اللي بيخلي اللعبه فيها بالظبط. يعني يلاقي اللي هو حاجه غير معتاده حصلت مره واحده، فيبتدي اللي هو يعني يرتبك يتفاجئ، فيغير التكتيك بتاعه بقى. بالظبط.